بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلته ونشكر له تفضله الحقيقة بتلبية الدعوة وبإجابة الإخوة والأخوات، وقد وضع الله القبول لفضيلة شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان. فأهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ونحن في هذه الأيام ننعم بنعم كثيرة تستوجب منا الشكر والثناء على الله عز وجل، وبلادنا المباركة المملكة العربية السعودية تميزت بفضل من الله ونعمة، تميزت باجتماع الكلمة ووحدة الصف والترابط مع ولاة أمرها، وهذا من النعم التي تستوجب منا الشكر والثناء على الله عز وجل. لعل لكم كلمة في بداية هذا اللقاء معكم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الدولة المباركة، الدولة السعودية، تجمعت فيها فضائل عظيمة مكنها الله سبحانه وتعالى بها وأمنها وفتح لها أبواب الرزق. الأولى أنها قامت على هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته ونبذ الشرك وأسبابه، وتعليم المسلمين العقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الميزة الثانية أنها تحكم الشريعة في محاكمها والقضاء بين الناس، وتلك ميزة اختصت بها في هذا الزمان، بينما الدول الكثيرة لا تحكم الشريعة وإنما تحكم القوانين الوضعية، مع أنها تدعي الإسلام. الميزة الثالثة أنها ولله الحمد تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وتمكين الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من أداء عباداتهم بأمن واستقرار ورخاء، والحمد لله. يأتون بأمان ويؤدون مناسكهم بأمان ويرجعون إلى بلادهم بأمان. هذه مزايا عظيمة جمعها الله لهذه الدولة المباركة بسبب أنها قامت على العقيدة الصحيحة، وأنها تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، وأنها تخدم الحرمين الشريفين. نسأل الله جل وعلا أن يتم عليها نعمته، فقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه مزايا عظيمة اجتمعت لهذه الدولة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يحفظها آمين، وأن يديم عزها آمين، وأن يمدها بنصره وتوفيقه آمين. إنه قريب مجيب. نعم، جزاكم الله خير. يعني اجتماع الكلمة ووحدة الصف والترابط شيخ، ما الآثار المترتبة على ذلك؟ ما في شك أن اجتماع الكلمة هذا يعني الأمن والاستقرار. وأما لو كانت الكلمة متفرقة لم يكن فيها أمن ولم يكن فيها استقرار، وبالتالي لا تحصل لها هذه المزايا العظيمة التي تتمتع بها. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال في الآية الأخرى: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذه الدعوة، هذه الدولة هي قائمة على دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الآية الأخرى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهذه النعم التي نرفل بها ونعيشها هي من بركات دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام، لأننا قمنا على حماية هذين البيتين الشريفين وتمكين الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بأمان، وتأمين الأرزاق لهم والمساكن والطمأنينة. فهذا من فضل الله الذي من بها علينا وكان سببا في أمننا واستقرارنا، وله الحمد والمنة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل سوداني مقيم بالرياض يقول: ما معنى التوحيد فضيلة الشيخ، وما الآثار المترتبة على التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. ويترتب على ذلك الخيرات الكثيرة العاجلة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يكون الأمن والاستقرار وطيب العيش، ويكون الطمأنينة والراحة، كلها تترتب على هذه العقيدة الصحيحة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا والحمد لله منة عظيمة على هذه الدولة وعلى رعية هذه الدولة، وهذا شيء مشاهد وملموس. بينما البلاد الأخرى كما تعلمون فيها ما فيها من الخوف ومن عدم الاستقرار ومن نسأل الله أن يخلصهم من هذه الفتن، وأن يبصرهم في أمور دينهم حتى يحظوا بما وعد الله سبحانه وتعالى. نعم، نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلته، وأرجو أن تكون الأسئلة مختصرة وواضحة، وأيضا أن تكون في محيطنا الشرقي. وتليفون البرنامج 011-442-83-13 011-442-83-13. نبدأ بالأسئلة التي أعدت واستقبلناها قبل بداية البرنامج مع الزملاء يزيد الماضي الذي أعد بعض هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول سائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ وإذا لم أخشع في صلاتي هل تكتب لي الأجر كاملا؟ الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو الطمأنينة في أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها.
فهذا من أسباب الخشوع. الثاني أن لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرعة في المشي لمن أقبل إلى الصلاة، ليكون مطمئنا وليدخل فيها وهو مطمئن ولا يكون عنده ثوران نفس أو عنده إتعاب من المشي أو من السعي، فيكون يأتي إليها وهو مطمئن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، يعني بدون سرعة وبدون. ولما أقبل رافع إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، لما أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع دون الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: من هو الذي فعل كذا وكذا؟ فقال: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، لا ت... لا زادك الله حرصا، زادك الله حرصا، ولا تعود، يعني إلى السرعة عند القدوم إلى الصلاة أو الركوع دون الصف ثم تدخل في الصف، زادك الله حرصا، لأنه ما فعل هذا إلا من الحرص على إدراك الصلاة، زادك الله حرصا ولا تعود. فنهاه عن العود لمثل هذا. والإقبال على الصلاة يكون بطمأنينة وبخشوع وبمشي هين ليس فيه سرعة وركض وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أعلم بأن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض أو رأى مصحف مع الأطفال وهم يعبثون به؟ نعم، هو لا يمس القرآن، يعني الكتابة، كتابة القرآن، إلا وهو طاهر. أما إذا مس الغلاف الذي فيه القرآن أو مس جلود المصحف من وراء الجلود فلا بأس بذلك، لكن لا يمس القرآن المكتوب بيده بدون حائل، لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يحصل على المصحف يعني إهانة، أو يراه مع الأطفال يلعبون به، أو يراه ملقا على الأرض، فإنه يرفعه، يلمه ويرفعه إكراما له عن الامتهان، وله الأجر في ذلك. نعم. نبدأ بالاتصالات ونأخذ ناصر من الرياض. تفضل يا أخي ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ عساك بخير. الحمد لله. الله يطول عمرك ويحسن لك الخاتمة إن شاء الله. آمين. يا شيخ، أنا عندي سؤال يتضمن: والدي رحمه الله أخرج على يدي وصية بيت في 3 ضحايا، واحدة له، واحدة لأبيه، واحدة لوالدته. هذا البيت جاه نزع ملكية مبلغ بسيط، ومكانه غير مناسب للإيجار في الحي القديم والبيوت القديمة، وخارج منطقة الرياض. وكذلك جدي رحمهم الله جميعا، والديكم والسامعين والمشاهدين، أخرج بيت على يد والدي، وتوفي والدي وأصبح البيت كذلك على يدي، في 3 ضحايا، واحدة له، واحدة لوالده، واحدة لوالدته، وسراج دائم في المسجد. طيب، والسؤال يا ناصر، كهرباء وقبض. الآن السؤال: المبلغ اللي حصل لجدي بسيط جدا، والجزء المتبقي من بيته صغير جدا، يعني نزع جزء منه، هل يصلح، هل يجوز أن نجمع الوصيتين
وفلوسها ونبيع الباقي من اللي قطعت الأرض جدي وبيت جدي وبيت أبوي نبيعها. طيب. نضم بعضها على بعض وندخلها في مسجد. طيب. إنشاء مسجد عندنا مسجد بإنشاء. اسمع الإجابة. تفضل حفظك الله. الإجابة السؤال. يا وصايا فضيلة الشيخ يقول بأن والده أوصى بثلاث ضحايا وهناك بيت لم يستفيدوا منه فضيلة الشيخ. عليهم أن يراجعوا المحكمة الشرعية، الوصايا والأوقاف تتبع المحاكم، إذا حصل فيها إشكال يراجعون المحكمة الشرعية. نعم. طيب، أريد أن أتصدق على والدي بعد وفاتهما بأي صدقة كانت، كبناء مسجد أو معهد ديني لتعليم القرآن الكريم أو ما شبه ذلك من الصدقات، فهل يجوز إشراكهما في مشروع واحد؟ نعم، يجوز إشراكهما في مشروع واحد، وأولى المشاريع هو المساجد التي يصلي فيها المسلمون. نعم. كم يحتاج الإنسان الشيخ صالح إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ لا يختلف اختلاف الناس، فعليه أن يقرأ القرآن بتدبر وترتيل، يعني عدم الهذ والهذرمة، وإنما يقرأه مرتلا، يعني يقرأه متتابعا بدون هذ وهذرمة، وإنما بتمهل، كما قال الله جل وعلا لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. ولا يحدد مثلا متى يختم، هذا يختلف باختلاف القراء ومهارتهم وبكونهم يعني تثقل عليهم القرآن القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فالمسلم لا يترك تلاوة القرآن ولو بالتهجي، وإذا تمكن من قراءته على مقرئ مجيد فهذا أحسن له وأضبط للقراءة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل مقيم بالرياض يقول: هل ورد في صيام رجب أو في الأعمال الصالحة التي تعمل في رجب شيء، وهل ورد أحاديث في ذلك؟ لم يثبت في شهر رجب أنه يخصص بعبادة من العبادات، وإنما شهر رجب كغيره من الأشهر، إلا أنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم فيها القتال. نعم. من الأسئلة التي وردت الشيخ يقول: فسروا لنا الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في الأيمان هو الذي لم يقصد عقده الحالف، وإنما جرى على لسانه بدون قصد، فهذا لغو، يعني أنه غير معتبر ولا منعقد وليس له كفارة. لا يؤاخذكم الله، وذلك مثل قول الرجل في عرض حديث: لا والله وبلا والله، وهو لا يقصد بذلك اليمين. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظكم الله، نلاحظ في الآونة الأخيرة كثرة ذهاب النساء إلى المساجد وخصوصا الجوامع الكبيرة للصلاة على الميت، سواء كانت امرأة أو رجل أو قريب أو غيره، فما الحكم الشرعي في نظركم في ذلك؟ هذا شيء طيب، إذا خرجنا للصلاة على الأموات ويكن خلف الرجال أو في مكان خاص بهن ومستور يصلين على الجنازة مع الرجال، هذا شيء طيب ولهن الأجر في ذلك كما للرجال. نعم. طيب، معنا أبو فيصل، تفضل يا أبو فيصل. أبو فيصل، أبو فيصل معنا؟ ما طيب، تفضل أبو فيصل.
متى يكون الدعاء في الصلاة شيخ؟ هل هو بعد أن أنتهي من التحيات أو بعد التسليم؟ الدعاء في الصلاة يكون في الركوع وفي السجود، وفي السجود خاصة، وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه يعني في السجود من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود. وكذلك يدعو في آخر التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة التشهد، فيدعو بما تيسر له. نعم. معنا أبو فيصل، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. يبدو في نعم، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يحييك، تفضل. ودنا نكلم الشيخ الله يجزاه خير. تفضل. تفضل أبو فيصل. مسيت بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. ألو؟ نعم نسمعك أبو فيصل، تفضل سؤالك لو سمحت. يلا يا أبو فيصل. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الله يرضى عليك، عندي طال عمرك زيارة القبر، قالوا إنه يوم الجمعة ترجع روح المتوفي إذا زرته، هل هذا صحيح أو لا؟ طيب يجاوب الشيخ. السؤال الثاني، طول العمر توفى أخوي وعليها أيام من رمضان، هل يجوز انهم يتوزعونها اخوانه ولا لا، يصومون يعني وكل يوم يصوم يعني واحد او لا؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث يا طويل العمر، الضمان الاجتماعي في حاله انك عليك دين وعندك الاهل بياخذون من الضمان الاجتماعي، هل هو يجوز او لا؟ طيب شكرا لك. زياره القبر، وهل خصص ايام معلومات في الزياره يا شيخ؟ زيارة القبور لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم، ومن أجل الاعتبار والاتعاظ بأحوال الآخرة، زيارة مشروعة، وهي في كل الأيام حسب ما يتمكن الإنسان من الزيارة اليوم الذي يتمكن فيه، غير تخصيص بيوم معين، لا يوم الجمعة ولا غيرها. نعم. توفي له أخ وعليه صيام، يقول أقرباؤه يريدون أن يصوموا عنه. أي صيام؟ الصيام صيام رمضان. ليس عليه، إذا كان مر عليه رمضان وهو مريض ولا يستطيع الصيام ومات في مرضه فليس عليه شيء. نعم. من عليه دين هل يأخذ من الضمان؟ نعم، من عليه دين وليس عنده سداد فإنه يأخذ من الضمان، لأنه من حقه ذلك لكون الضمان للمحتاجين والفقراء. نعم. يقول الشخص يتزوج يا فضيلة الشيخ في وقتنا الحاضر على امرأة ويقدم لها مهر 1000 دينار مثلا والمؤخر 10,000 دينار، ثم يترك المؤخر زمنا طويلا. نعم، هو كله مهر، كله حق للمرأة ودين على الزوج. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن جمع صداق، أمر الله وقال وآتوهن أجورهن بالمعروف، فهو حق لها، واجب على الزوج، وعليه أن يبادر بدفعه، وإذا تأخر وبسبب أنه معسر فإنه إلى ميسرة، يتأخر إلى ميسرة، لكنه لا يسقط عنه، هو دين عليه لهذه المرأة، يؤديه إذا قدر ويبادر بذلك. نعم. يقول نستفسر عن معنى حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. نعم، هذا حديث وارد وقد تكلم بعض العلماء في إسناده، ولكنه يعمل به في الرغائب، في الترغيب والترهيب، فلا بأس بذلك. وكونه يبقى في مجلسه بعد صلاة الفجر يذكر الله
ثم يصلي عند ارتفاع الشمس ركعتين، هذا تم له وأحسن. نعم. يسأل السائل يا شيخ عن كيفية زكاة الراتب الشهري إذا كان يجمع في المصرف. نعم، إذا توفر عنده مال من راتبه أو غيره وحال عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من الأموال، تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ربع العشر، ريالين ونصف في المئة. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، الحج والعمرة عن الوالدين في حياتهما، هما على قيد الحياة، ويريد هذا الابن أن يحج ويعتمر عنهما. لا يحج عن الحي إلا في مسألة الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع السفر، أو المريض المرض المزمن الذي لم يحج حجة الإسلام، فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام في هذه الحالة. نعم. وإذا كانوا ميتين شيخ؟ وإذا كانوا ميتين فهذا من عمل البر، يحج ويعتمر عنهما. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة والأخوات، تليفون البرنامج 011-442-3813 مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، ما حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت؟ نعم، لا بأس أنه يدخل مكة ولا يعتمر، ولكن كونه يدخل إلى مكة وهو في إحرام عمرة ويؤديها هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا شك الإنسان في صلاته فكيف يكون السجود، وهل يسمى حينئذ سجود الشك؟ إذا شك في صلاته، إذا زاد أو نقص أو شك في صلاته، فإنه يسجد بعد السلام أو قبل السلام سجودا يقال له سجود السهو وليس سجود الشك. نعم. يسأل السائل: يا شيخ، ما هو علاج الغضب؟ وإذا تلفظ الإنسان بالطلاق وهو غضبان فما الحكم؟ علاج الغضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي الآية الأخرى: إنه سميع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين بينهما مشادة، فغضب أحدهما، غضب أحدهما حتى احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا وقالوا للرجل هذا الذي سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهب عنه الغضب. نعم. ناخذ اتصال مبارك معنا على الخط. تفضل يا مبارك. مبارك، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. الله يحييك. سؤالي: اصلي العشاء، نعم، ثم تسنن، ثم اصلي الشفع والوتر، ثم نام ولا تنزهت اخر الليل، اصلي ركعتين او ثلاثة او اربعة او اللي الله امرنا عليه، ثم احتري صلاة الفجر واصلي، هل صح ولا لازم اخر الوتر الى هذا الوقت؟ طيب، شكرا. نعم، فضيلة الشيخ يقول بأنه يصلي العشاء ثم يأتي بالشفع والوتر، وإذا قام نصف الليل فضيلة الشيخ هل يصلي؟ نعم، يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول، لا يكرر الوتر في ليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. الأخت السائلة تقول: عند القيام بالوضوء هل واجب على المرأة أن تمسح جميع الرأس أم يكفي الناصية والمقدمة؟ لا، المرأة والرجل يعمم الرأس بالمسح، رجلا كان أو امرأة،
وذلك بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه سواء كان رجلا أو امرأة، عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. نعم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت هذا له عن الصيام، بعض الأسئلة عن صيام شهر شعبان كاملا، ما حكمه؟ لا يصام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر شعبان كاملا، وقال لا يصام شهر كامل إلا رمضان، فيصوم من شعبان ولا يكمله بل يترك منه شيئا. نعم. يقول: ما العلة يا شيخ في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ نعم، الجمعة لأنها عيد الأسبوع، والمسلم يتهيأ للصلاة، قد يأتي من بعيد فيكون مفطرا في هذا اليوم أقوى له على أداء صلاة الجمعة، وإذا صام الجمعة تبعا لغيرها فلا بأس بذلك، تنتفي الكراهة إذا صامها مع غيرها، فإنها تنتفي الكراهة وتكون الجمعة تبعا لغيرها. أما أن يخص الجمعة بصيام نافلة فهذا منهي عنه، وأما الذي يقضي رمضان فلا بأس أن يصوم يوم الجمعة قضاء. نعم. أبو سالم من الخرج، تفضل. ألو. تفضل أبو سالم. قصر التلفزيون أبو سالم، قصر التلفزيون لأن فيه تردد وصدى بيننا وبينك. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير طلبة. حياك الله، تفضل سؤالك. لو سمحت أبغى أكلم الشيخ. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. جزاك بخير الله يحفظك. حياك الله بخير. عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. عندي خادمة ما هي مسلمة، يجوز أن تشتغل عندي؟ هل علي أثام؟ شكرا. نعم. لديه خادمة غير مسلمة، شكرا. يقول هل أستخدمها في الطبخ والأكل وغير ذلك؟ نعم لا بأس أن تطبخ إذا كانت نظيفة وتتقن الطبخ، لا بأس بذلك. نعم. يقول: ولكن نوصيك بأن لا تستقدم خديمة غير مسلمة، تستقدم مسلمة، والمسلمات كثيرات ولله الحمد. نعم. يقول السائل أسعد: ما حكم بيع التورق وما صفته؟ التورق جائز عند جمهور أهل العلم للحاجة، وذلك بأن يحتاج إلى نقود فيشتري سلعة من شخص بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من استدانها منه ويقضي حاجته بثمنها، فإذا حل الأجل فإنه يسدد ثمن السلعة التي استدانها للذي استدانها منه. نعم. يقول: أفيدوني يا شيخ في مدى صحة هذا الحديث، فيما معناه إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم، هذا حديث صحيح، إذا حضر العشاء فابدأوا به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، وذلك لأجل أن يدخل في الصلاة وهو فارغ البال ليس يفكر في شيء إلا في الصلاة، لأن إذا حضر الطعام تتعلق نفسه به فيتابعه في صلاته، فالسنة أن يتعشى قبل أن يصلي. نعم. وكذلك إذا كان حاقنا البول أو حابسا للغائط يدافعه الأخبثان فإنه يتخلى عنهما ويتوضأ ثم يدخل في الصلاة وهو مرتاح البال. نعم. عبد الله من جازان، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جهة، تفضل. نفس دورة المياه
يجوز ولا لا؟ ها؟ أتوضأ نفسي دورة المياه يجوز ولا لا؟ إذا توضأ في دورة المياه فضيلة الشيخ؟ نعم لا بأس بذلك، إذا تحفظ من النجاسة لا بأس بذلك. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن من احتفظ بوضوئه لأكثر من وقت، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزي، ولكن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، يجدد الوضوء، أن يجدد الوضوء، هذا هو الأفضل. وإذا بقي على وضوئه وصلى به عدة صلوات فلا بأس بذلك. نعم. يقول ما صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مرض؟ الحديث صحيح وهو من المشكل، ولكن المشكل ينزل على الواضح من الأحاديث، وهو أن الجمع لا يجوز إلا لمرض أو لسفر أو لمطر بين المغرب والعشاء، هذا الذي وردت به السنة من أنواع الجمع، فينزل حديث جمع من غير سفر ولا مرض على أحد هذه الأعذار. نعم. فضيلة الشيخ، إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف فماذا يلزمه؟ يلزمه أحوط له أن يعيد السعي بعد الطواف، يلزم يعني الأحوط له أن يعيد السعي بعد الطواف. نعم. نعم معنا بندر، تفضل. عليكم السلام. الله يحييك، تفضل يا بندر. نكلم الشيخ. تفضل. فيك الخير يا شيخ. حياك الله، تفضل سؤال. عندي سؤالين، السؤال الأول أبي معنى كلمة وما ملكت أيمانهم في سورة المؤمنون. نعم. والسؤال الثاني. السؤال الثاني بس عن حكم تعليق الصور بالنسبة للآباء. طيب شكرا. شكرا. فضيلة الشيخ، ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ ما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء الأرقاء فإنه يحسن إليهما، وكذلك يدخل في ما ملكت الأيمان، يدخل فيه البهائم، ما يملكه من البهائم فإنه يحسن إليها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم، متمتع لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج ولم يصم 7 الباقية ومضى على ذلك 3 سنوات، ماذا يفعل؟ عليه أن يبادر بالصوم، يصوم 7 ولو تأخرت، لأنها دين باق في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم، الأخت السائلة أرسلت بهذا السؤال، تقول امرأة دفعت من مزدلفة آخر الليل ووكلت ابنها في رمي الجمرة عنها مع أنها قادرة، فما الحكم بذلك؟ الحكم لا يجوز التوكيل في رمي الجمار إلا للعاجز أو الذي يشق عليه من كبير السن أو المرأة الحامل أو الأطفال الصغار، هؤلاء يرمي عنهم الكبار نظرا لكونهم يشق عليهم الرمي أو لا يطيقونه، أما التوكيل من غير عذر هذا لا يجوز ولا يجزي، لا بد أن يرمي لأنه نسك في ذمته، فلا بد أن يؤديه بنفسه، وإنما يوكل إذا عاجز عن أدائه بنفسه أو شق عليه ذلك. نعم. شيخ، استعمال المظلة ولبس الساعة للمحرم وكذلك الحزام، كل هذه الأمور لا بأس بها للمحرم لأجل الحاجة، يجوز أن يستغل بالشمسية. نعم. أو يستغل بالجدار أو بالشجرة أو يدخل في بيت، كل هذا لا مانع منه وهو محرم يستغل ولا يبقى في الشمس. السؤال الثاني، لبس الساعة إذا كان فيها لا بأس بلبس الساعة من أجل أن يعرف بها الوقت لأنه محتاج إليها، فلا بأس أن يلبسها وهو محرم. نعم. يقول العام الماضي أخذنا حرامات على شكل وزرة وكنا جاهلين بذلك، يا شيخ ما دمتم جاهلين فلا حرج إن شاء الله، ولكن لا تعودوا لمثله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الشخص المعاق الذي لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام كيف يصنع، وهل يجزئ الحج؟ يلبسه وليه، الذي لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام بنفسه يلبسه وليه أو مصاحبه في الحج يلبسه الإحرامات. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بالنسبة لكتاب رياض الصالحين أرجو أن تتحدثونا عن هذا وعن مؤلفه. هذا كتاب نفيس، رياض الصالحين، ومؤلفه هو الإمام النووي رحمه الله، وهذا الكتاب مفيد جدا للناس، وكانوا إلى الوقت الحاضر يقرؤونه في المساجد لبركته وفائدته، فرحم الله مؤلفها الإمام النووي وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. آمين. نعم. أبو عبد الله تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر الشيخ لازم. تفضل. هل من قرأ سورة الغاشية هل يخلص الله عن دينه؟ سورة الغاشية؟ نعم. نعم. من قرأها يخلص الله دينك؟ من قرأ سورة الغاشية هل يقضى عنه الدين؟ لا أعرف شيئا من ذلك، وإنما تقرأ سورة الغاشية في صلاة الجمعة بعد قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى، هذا من السنة. نعم فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل أيضا عن كتاب الترغيب والترهيب. هذا كتاب جيد للإمام الحافظ المنذري وفي الوعظ والتذكير، وهو كتاب جيد ومحرر أيضا، صاحبه اعتنى به من ناحية السند والصحة. نعم ختام هذا اللقاء، سائل أبو أحمد يقول ما هو صوم الوصال وهل هو مشروع؟ الوصال ألا يفطر بين الأيام، يصوم أياما متعددة يسردها ولا يفطر بينها، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن رفقا بالصائم أن يشق على نفسه، والإفطار عند الغروب هذا أفضل من الوصال، إلا لمن يواصل من عادته الوصال إلى 7 أيام فقط ولا يزيد. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يواصل ويكثر من الوصال، لأن الله قواه على ذلك وخصه بذلك. نعم نختم بفقرة تابعة للسؤال الأول، إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات يا شيخ؟ لا يقضيه، إذا كان نافلة لا يقضيه. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، استفدنا من هذه الإجابات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج من الفنيين والمخرجين، وهذا زميلي المخرج معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.